ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث والمحلل السياسي البرلماني بشارة خير الله. أستاذ بشارة، أهلا ومرحبا بك. يعني الآن أخفق البرلمان وأخفقت لبنان للمرة الثالثة بانتخاب رئيس الجمهورية، ما هي السيناريوهات القادمة؟ يعني مساء الخير. أولا، كل السيناريوهات هن أجزاء من مسرحية وهن حلقات متسلسلة من مسرحية وحيدة، وهي مسرحية تعطيل انتخابات الرئيس للدخول في الشهور الرئاسي، لأن بكل بساطة من يملك ثلثي أعضاء المجلس هو الذي يستطيع أن ينتخب الرئيس، وحاليا لا يوجد أي فريق لديه ثلثين من أعضاء المجلس. كل فريق من الفريقين قادر على تعطيل الانتخابات الرئاسية، وليس هناك من توافق على رئيس. والفريق الأقوى، يعني أعني هون الفريق المسلح المهيمن على قرار الدولة، أعني هنا حزب الله وخلفه إيران، يسيطران على الدولة ويمنعان حلول الديمقراطية والبقاء في المجلس حتى يعني الوصول إلى انتخاب بالأكثرية المطلقة، أي نصف زائد واحد. طيب أستاذ بشارة، الآن يعني حزب الله يمتلك القوة المسلحة على الأرض، كذلك أنت تقول نعم. بأن هناك يعني اختلاف كبير بين النواب الموجودين وعدم اكتمال النصاب، يعني سنظل في هذه الحلقة طبعا المفرغة، أم أن هناك حلول برأيك ستفرض يعني انتخاب رئيس جمهورية في الأيام القادمة؟ الفريق المهيمن على السلطة، الفريق المسلح، يراهن على الوقت، يراهن على إفراغ الموقع من شاغل الموقع رئيس الجمهورية، وعندما يحل الفراغ يعني تجبر باقي القوى على الانصياع لرغبة حزب الله ليكون لهم هذا مرشحي، وإن لم يعني تنتخبوا هذا المرشح لن يعني نقبل بأي رئيس آخر، مثل ما صار على أيام جنرال ميشيل عون، تعطل البلد 2 و6 أشهر، واليوم يعني يتكرر السيناريو نفسه. نعم، وهناك مخاف سيد بشارة، لأن ترتيبات هذه المرة غير كل مرة، البلد في وضع اقتصادي يعني متدهور، وكذلك قادمة على فراغ رئاسي. نظرا لضيق الوقت أنا أشكرك على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك سيد بشارة خير الله، باحث ومحلل سياسي لبناني، شكرا جزيلا لك.